يبدو وأنه اختيار المشيشي مش باش يحل المشكل. لا نحب نرجع ولن معني ما نحبش نرجع على أمثال سيف الدين مخلوف، لأنه سيف الدين مخلوف هو من الناس اللي أصبحت اليوم عبء على الإسلام وعلى الانتقال الديمقراطي ككل، لا فقط، وعلى السياسة أيضا. وهذوما الظواهر اللي خرجت توا وأنا نشوفه في أدائه النيابي، يعني لا يكتفي إلا بتعبيرة معناها شعبية تترجم هذا الرجل اللي هو برينج السياسة اليوم ويعمل اللي يحب عليه كيف، ما فماش حاجة أخرى معناها. ومع أني أنا بنفسي أني نتفاعل مع هكذا تصريحات، يعني أنا تبعت شوية من بعد ما عادش حاب نتبعه على خاطر ما لقيت جملة سياسية محترمة. نجم نختلف مع سامي نقرأ له ويكتب جملة رد كذا، هذا معناها إنسان يحب يعمل شوف السياسة، فهمت؟ ألور فليكن الله معه. طيب.